مشيت للمطالعه، مركز المطالعه، خديت باش ندير التلقيح عادي بحال اي مواطن. مشيت دخلت قالت لي واش عندك شي مرض؟ قلت لها نوت لافيسه فيا كورونا. صافي دقت لي البرا نوتس اليوم البارح في الليل، ما نعش لي الكامل والحرق في اللي صار كامل الحرق فيا. لا جونسون جرعه الثالثه الاولى، هذه الاولى الاولى جونسون. الصباح مشيت للمطالعه قالت لي ها كاين وها كاين، قالت لي حنا ما عندنا ما نديرو لك. قالت لي قالت في السبيطار حنا ما عندنا ما نديرو لك. صافي انا دراجتي عيط لومبيلون، جات لومبيلون جابني المولى عبد الله. دخلت مولى عبد الله عبروا لي الطونسيون. صافي قال لي واحد الطبيبه قالت لي حنا ما عندنا ما نديرو، كنتي غتحمل المسؤوليه تحملي راسك، حنا ما نتحملش مسؤوليتك. انا ما قلتش سيري دقيه، هذه طبيبه جات عندي قالت لي انا ما قلتش دقيها، تحملي المسؤوليه راسك. هما اللي دخل دابا حتى واحد في الاخر قالوا لي شنو غديري؟ هاكي التحاليل ديري على برا. انا التحاليل ما غنديرهمش على برا، التحاليل غنديرهم من الداخل. يعني مثلا ما كتقول لواحد اجباري الور التحاليل خاصني ندير من الداخل ما نديرهمش على برا. قالت لي لا غديرهم على برا، بغيتي ولا كرهتي غديرهم على برا. صافي جاني واحد البوليسي جاو تما طبق قال لا هادشي ما انت ما تبقايش هنا غتخرجي حتى ديري شي حل. قال لك حنايا ما قلناش لك سيري جلبي، يعني تحملي المسؤوليه راسك. ودابا هاد الفاس كامل ما كنتحركوش اللي صار كامل. باش كتحس بالضغط مثلا؟ كنحس بذاتي كتنمل عليا من الداخل، وهنايا يجي القلب كيتنمل عليا والكبسي كتنمل عليا ما كنحركهاش. فاش دابا جيت عندهم قالوا لي حنا تحملي المسؤوليه، درتيها تحملي مسؤوليتها. شنو رساله توجه للمندوب ديال الصحه والمسؤولين ديال الصحه في محمديه؟ شنو تقولي لهم؟ كنقول لهم هاد الجلبه ما عندها حتى شي علاقه، يعني دابا الداخل انا قلت لهم الداخل محاجرين الجلبه. يعني الجلبه غادير خاصهم يديروها للعموم، كلشي غادير الجلبه. كتبقى واحد المريض ما كيقولش لي سير دير التحليل عاد اجي جلب. انا قلت لها فيا كورونا، قالت لي ماشي مشكل. عشان انا قلت لها راه فيا كورونا، قالت لي ماشي مشكل تجلبي. يعني ماشي كيقول لك سير دير التحليله عاد اجي جلب نشوفوا الاعراض اللي عندك الداخل. لا هي على حق جلبت ليا، والدري اللي جلبت ليا نقول لك ما انا موحش وصلت 20 عام 20 سنه ما عداش. دابا شي حاجه غادي دير الجلبه الثانيه؟ لا ما غنديرهاش ما غنديرهاش، خاطر انا عيطت للجمعيه في طاليان قالوا لي غادي تما غناخذوا حقك. انا مهاجره مقيمه بايطاليا، خاطر النازل اللي هي فاش كنت جايه ما طلبوش ليا جواز تلقيح. هما دابا ملي غادي طلبوا لك ضروري ديري جواز تلقيح، وطاريت واش ندير في بلادي؟ انا درت في بلادي، انا صدقت غادا مشلة من هنا غادا مشلة. غير اهم يقول لك واخا انت غير تاعي حودي، ما كايناش عندهم هذه، ما كايناش عندهم. يعني من واحد لواحد كيلوحوك، ماشي الطبيب. دابا دخلت باش ندير التحاليل قالت لي وسري على هذيك ديرها لك، وسري على هذيك تهزك التحاليل. يلا مازال زايدين فيه. دابا دخلت عند وحده ممرضه ما تفرم لي شنو هي شنو خصوص ديالها تما في الداخل. قلت لها باغي ندير تحليله، قالت لي سري على هذيك.